نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا من لندن أو ضيفتنا من لندن الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية الدكتورة ميس عبسي. صباح الخير دكتورة ميس، وأهلا بك معنا هذا الصباح. يعني شفنا بالتقرير أهمية حاسة الشم عند الإنسان والأمور الرائعة وحتى العلاج اللي ممكن أنه يتم من خلاله. منذ متى بدأ هذا العلاج العطري اللي عم تحدث عنه، وشو هي المجالات اللي أثبت فعاليته فيها؟ صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. الآن ما ممكن نقول بشكل كامل أو علمي إنه كلمة علاج بالعطور يعني أو بيعتمدوا بيقولوا أروما ثيرابي، لأنه في معظم الدراسات الحالية هي بتكون إما على حيوانات التجربة حتى على الإنسان، عبارة عن خلينا نقول دراسات يعني محصورة على عدد كتير ضئيل، ولكن في عندنا بوتنشل يعني في نتائج واعدة. الشيء اللي لازم نعرفه طبعا حاسة الشم، نحن مجرد إنه نحن بنشم روائح مباشرة بيتم في عنا بعض الجزيئات الصغيرة بتنبه للأعصاب الشمية، لكن الشيء المميز بحاسة الشم عن باقي الأشياء الحسية يعني أنه بتوصل التنبيهات مباشرة لمنطقة من الدماغ بنسميها الجهاز الليمبي. هذا الجهاز هو المسؤول عن الأمور المتعلقة بالعواطف بالمشاعر بالذاكرة بالتعلم، لذلك العلماء بدأوا أنه بالتفكير يا ترى هل ممكن نحن الأشياء اللي أو الأمراض أو الاضطرابات النفسية أو التراجع المهارات الذهنية المتعلقة بهذا المنطقة من الدماغ، طالما هي مرتبطة بشكل مباشر مع حاسة الشم، هل ممكن نحن أنه نعمل مثلا ريفرس إذا في حال تراجعت عن طريق مثلا شم الروائح. الآن الموضوع النباتات والمصدر، معرفة بعض النباتات العطرية هي مصدر لبعض ما يسمى بالإسنشال أويل أو الزيوت الأساسية، اللي هي بتكون عادة زيوت طيارة بتألف من عدد كتير كبير من المواد. هي اعتمدت أو بدأت تعتمد من يعني آلاف السنين في الحضارة عنا المصرية، بعدين الهندية والصينية واليونانية. خلينا نتحدث قليلا عن كبار السن، يعني هذه الفئة ركزت عليها هذه الدراسة، كيف بيعمل العلاج العطري، آلية عمله بالنسبة لهؤلاء الأشخاص بعملية الإدراك، العملية المعرفية أيضا، وتحديدا الذاكرة؟ نعم. الآن معروف نحن بعد الإنسان كل ما تقدم بالعمر بتتراجع عنده الذاكرة، بتتراجع طبعا الذاكرة وبتراجع عنده حاسة الشم، لكن نحن نعرف من الدراسات إنه حاسة الشم تتراجع قبل ما تتراجع الذاكرة، وبنفس الوقت إنه تراجع حاسة الشم بترافق مع تقريبا 70 نوع من الاضطرابات النفسية والاضطرابات العصبية، وحتى ممكن في بعض الدراسات ممكن التنبؤ بحدوث المرض قبل حدوثه عن طريق تراجع حاسة الشم، وأهم مثلا ممكن مرض ألزايمر، داء باركنسون، داء ممكن الخرف. فالشيء اللي نشوفه انه بتراجع حاسه الشم بترافق ايضا مع تراجع سماكه في المنطقه من الدماغ، المنطقه الرماديه وخاصه في منطقه مسميه الهيبوكامبوس، هاي المنطقه هي كثير مهمه في موضوع الذاكره. الان الدراسه هي اللي تمت ببريطانيا، اول شيء لازم ننتبه يعني هي دراسه مهمه نتائجها مثيره للاهتمام، خلينا نقول، لكن هي دراسه تمت على عدد كثير قليل من الأشخاص، متوسط عمرهم 85، فكانوا عم بيعرضوا الأشخاص لمدة ساعتين يوميا لروائح عطرية، هي 7 روائح لمدة 6 أشهر، فشافوا أنه بعد ما في عنا عدة فحوص للقدرات الذهنية والمعرفية ما في أي اختلاف، فقط في اختلاف واحد هو تحسن المهارات المتعلقة بالverbal memory يعني تذكر الكلمات وانسيابية تذكر الكلمات، هذا هو الشيء اللي شافوا فيه الاختلاف. لذلك نحن مثل ما يعني الذاكرة الشفوية هي التي كانت قد تحسنت عند هؤلاء الأشخاص. هل هناك، تحدثت عن 7 روائح، هل اليوم فيهم أشخاص عاديين كبار في السن أنه يلجأوا هن بالمنزل لبعض الروائح المعينة يلي ممكن تحفز هذه المهارات التي تحدثت عنها؟ نعم، مثل ما حكينا انه الايفيدنس يعني ما له كثير قوي، لكن في عندنا بناء على الدراسات على الحيوانات وبعض الدراسات على البشر في ممكن انه الروائح العطريه تساعد على تحسين مثلا المزاج، على النوم، على تخفيف القلق والاكتئاب. في عندنا ايضا
ممكن مثلا بعضه يساعد على التركيز، ممكن في امور معينه نحن ننتبه انه موضوع الروائح العطريه مو بس عن طريق الانف، فممكن نحن عن طريق تطبيق الزيوت بشكل مساج، فممكن مثلا في بعض حالات بنقول التشنج الى اخره. لكن انا الشيء اللي بحاول دائما انه اركز عليه، كلمه زيوت طبيعيه ما تعني ابدا على انه هي امنه 100%، وما لازم نحن نفرط في استخدامها، في عندنا قواعد تماما معينة. يعني احسن إن يعني نعرف انه نميز بين هذه الزيوت والفرق بين ما اذا ما كانت طبيعيه واذا ما كانت امنه حتى للاستخدام، يعني معقول تكون طبيعيه بس ما تكون امنه للاستخدام. هل يمكن ان يتم تطوير هذا النوع من العلاج بالعطور وبالروائح حتى يصير بحد ذاته ربما علاج كافي لبعض الحالات؟ هلا هذا الشيء طبعا بيحتاج الى دراسات كثير كبيره. نحن ما نستقل انه موضوع النباتات الطبيه والعطريه هي مصدر لعدد كثير كبير من الادويه، لكن انه نستخدمها هي بحد ذاتها كعلاج لا، لكن ممكن تستخدم حاليا مع العلاجات الاساسيه. هذا بنشوفه اكثر شيء مثلا لمرض السرطان وخاصه بالمراحل المتقدمه، ما ممكن يلجأوا الى بعض الزيوت العطريه مثلا مثل ما قلنا كمساج او شيء من هذا القبيل لتخفيف يعني الالام او البين مانجمنت. لكن بشكل عام يعني الاشخاص بعض الناس بتحب تستعمله مثلا لتحسين المزاج للريلاكسيشن، فبس ننتبه قواعد كثير مهمه. اول شيء لازم يكون الزيوت نعرف وين مصدرها، لازم تكون عضويه، لانه نحن بنخاف من موضوع تلوث الزيوت هذول اللي عم يستخدموا العطريه بالمواد الشائبه. ننتبه ان الحوامل ما يستخدموه، هذا قاعده عامه. الاطفال تحت 10 سنوات، لانه مثلا لو اخذنا زيت اللافندر اللي هو معروف قد ايه هو مهم بالنسبه لي، بيساعد الانسان على النوم، ممكن لازم نستخدمه طبعا بكميات قليله. في دراسه قديمه لكن المهمة انه تطبيقه على الجلد بالنسبه للذكور اللي اعمارهم تحت 10 سنوات ترافق مع تضخم في الصدر، هي حاله بنعرفها طبعا حاله مرضيه، وهي توقفت مجرد انه ايقاف الزيت. فنحن مثل ما يعني ارشادات الاستخدام اساسيه اليوم بهذا النوع من العطورات والروائح عند الاشخاص، اكيد مع التركيز على تحدثت عن اللافندر مثلا يلي عنده فعلا اثر بيساعد بالنوم وحتى بتحسين المزاج. شكرا جزيلا لك من على هذه المعلومات القيمة من لندن الأكاديمية والباحثة بعلم الأدوية الدكتورة ميس عبسي.